قلت له ينزقن. كانت السلعه ما كانت السلعه تفرقات من غير كانت السلعه تفرقات من غير الخمسة الصباح كتخلص الخطيه. اما دابا الكورتي ما بقيت تخلص الخطيه لا والو. السلعه كتفرق مع الجوج الليل الوحده الليل. ملي كيجي الفلاح كيلقى السلعه عند الفلاح كاع ما بقيتي كتشوفو. كتشوف دابا على الكورتي وما اللي كتشوف. كيلو ديال الدقيق 150 ريال. لكن في ذاك الدومين. ايوا راه حنا كيلو ديال الدقيق 150 ريال راه حنا دابا عندنا قال لك السياخناتوش عندنا الحرب. وحنا ما عندنا لا حرب لا والو عندنا الحرب عاد ديالو هو اللي داير علينا. على هاد ليسانس كل نهار جوج درام كل نهار ثلاثة درام هاد الشيء راه بزاف. المواطن طحن ورا المواطن اللي كيلقى ورا عاد الدرويش اللي كيلقى. الرسالة اللي كنوجهو ليه يدير معنا شي حل. راه هاد الزيادة كثيرة راه الدرويش راه عندنا الفلفلة عا في الخربان راه عندنا مطيشة عا في الورق وحنا كنخلصوا مطيشة ب 4400 ريال. جابوا السماصرية ديالهم كيكذبوا كيقول لك مطيشة دايرة 2400 دايرة 1600 ما كاينش هاد الشيء. هاد الشيء ديالهم هما اللي كيكذبوا. دخلوا الكاميوات تاع مطيشة حتى للسوق جابوا دورة وخرجوهم داوهم اللوزين يتبالاو وخرجوهم يتباعوا. هادشي بزاف على المواطن. المواطن كيدابز مع المواطن كيقول لك كاين الغلا. حنا ما حنا الغلا جايبينهم من سوق الجمله. سوق عصابره الناس. حنا الناس عصابره راه غتصبر تتعيا وغتنفجر. هادشي ماشي معقول. يديروا معنا شي حل. انا بائعه متجوله انا كان انا في مارشي كرو وكاينه في سوق التشايره كنبيع في الكروسه انايا. الحلوه هاد اليامات كناخذها ب 3000 ريال ضربنا فيها 11 كيلو فيها 13 كيلو طيحه عليك 240 من الجمله. اللي قلتي لي 240 اللي قلتي لي 10 درهم كيغوتوا. ايوا كنطلبوهم يديروا معنا شي حل. يديروا معنا شي حل من هاد كل نهار جوج درهم كل نهار جوج درهم. هادشي راه بزاف.